لله استطعت نفوز بالمرتبه الاولى 20 كيلومتر. كان اول مشاركه لي في بني ملال، كان السباق قاصح شويه من الناس بالنسبه للالتيتيد والشمس، والحمد لله السباق كان في المستوى واخا فيه شويه ديال لي كوت. الحمد لله السباق كان في المستوى، كلشي في المستوى. شكرا. كانت القيمه ديالها كانت القيمه ديالها لا الحمد لله لا مزيان الجوائز ديال بني ملال، لا الحمد لله في المستوى. كتستعدوا لشي ماراثونات؟ ان شاء الله انا هذا الشيء هذا كامل في استعداد ديال الماراثون ديال مراكش اللي هو غادي يكون في شهر واحد ان شاء الله، وهذا غاستعداد ان شاء الله في. بسم الله الرحمن الرحيم. حنان قلوج اعداء في المنتخب الوطني بمدينه خنيفره، الفائزه بسباق 20 كيلومتر بني ملال، وفائزه بالفوز ديالي في هذا السباق اللي صراحه كان سباق في المستوى وتنظيم في المستوى، وبالنسبه للناس ديال بني ملال كانوا حاضرين تيتفرجوا ويشجعوا في السباق، وهذا شيء ايجابي. وبالنسبه لي انا من مدينه خنيفره الصراحه الباركور جاني في المستوى، لا الحراره لا كلشي بحال اللي كاينه في خنيفره، جا كلشي مزيان والحمد لله. ما هذا سباق الا في التحضيرات ديالي للماراثون ان شاء الله الدولي في مدينه مراكش، وان شاء الله بطوله عربيه كاينه عندنا هنا في المغرب نصف ماراثون، نتمنى ان شاء الله تكون ثلاث المراتب الاولى ان شاء الله مغاربه، وكنتمنى الفوز ان شاء الله الحظ ان شاء الله لجميع الاداءات المغربيات، وكنتمنى ان شاء الله نرفعوا الرايه في العديد من السباقات الدوليه ان شاء الله في الماراثون، ونكونوا حاضرين في بطولات العالم ان شاء الله. خلي صباح خلي صباح.